كثير من الشعوب العربية تحتفل بمهرجانات لها طابع فلكلوري لإحياء عادات وتقاليد دأب الأسلاف على اتباعها، إما بهدف حمايتها كموروث غير مادي أو لاستخدامها كعنصر جذب للسياح. في الكويت يقام سنويا مهرجان الموروث الشعبي الخليجي. هذا المهرجان يعني فيه أنشطة ثقافية مثل الأشغال اليدوية، مسابقة للصقور العربية والخيل العربي، فيها أنشطة رياضية مثل الرماية وكرة القدم. هذه الرماية وكرة القدم، مسابقات الطبخ، أنشطة ترفيهية للعائلات وكل ذلك يعني. لكن أهم فعاليات المهرجان هو سباق الهجن. سباق الهجن الأكثر شعبية في الكويت، أيضا هو شعبي جدا في دول الخليج بشكل عام. عادة ما يكون طول المضمار 4 كيلومترات. تقسم المسابقات حسب الفئات العمرية للهجن. الجوائز مجزية جدا، إما أن تكون سيارة فخمة أو تكون سيارة بيكاب أو يكون آلاف الدنانير. ربما هذا يبرر الحرص من أصحاب الهجن على إدخال جمالهم في المضمار أولا، حتى لو أدى ذلك إلى مشاكل. انظروا. يقال بأن ذلك الشجار كان على بوابة مضمار السباق بالسالمي، والسبب كان من يدخل ناقته أولا إلى المضمار. ثم قيل إن قرار التحكيم في طرد 2 من المشاركين كان وراء المشاجرة. الناس علقوا على وسائل التواصل الاجتماعي. عبد الله يقول: على رئيس اللجنة شطبهم وحرمانهم من المشاركة هذه السنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم. الناس جاية تشوف مزاين، ما جاية تشوف هواش ومسخرة. الهواش والقتال. الدكتور أجلح وأملح، هكذا يسمي نفسه الأجلح والأملح، هذه الهوشة تعتبر من موروثهم الشعبي، فالرجولة عند البعض أن تأخذ حقك بإيدك ويتعلم من صغره. أما حناني فتقول: ونياك شنو رأيهم بالهوشة؟ كان انحاشوا ولا يكونوا سبب الهوشة. كان انحاشوا أي وضعوا في مكان في زاوية ما. محمد جمال عافية، خلق بالغبار هوشة، خلق في الغبار هوشة.